سنين طويلة جدا، تقريبا 90 سنة، واليسار المصري يلعب دور وطني هام وبارز في الدفاع عن الفقراء وضد الاضطهاد الأقليات ومحاولة إجلاء الاستعمار ورفض الطائفية والعنصرية بكل أشكالها وألوانها وطرقها الملتوية. ولما تم تأسيس حزب التجمع سنة 1976 برئاسة زعيم الحزب الأستاذ خالد محي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، قلنا أخيراً الغلابة من العمال والفلاحين من المصريين بقالهم صوت وحزب يعبر عنهم. لكن عدت علينا سنين كتير صعبة علشان محاولات كتم أصواتنا وزحزحتنا عن مبادئنا. النهاردة شفنا بعينينا تحالف بيضم أحزاب كبيرة وأحزاب أغلبية أو موالاة بمشاركة أحزاب المعارضة في رسالة شديدة الوضوح: إيدينا في إيديكم، هنبني مصر، كتفنا في كتف بعض، هنحمي مصر. تحالف بيرحب بكل رأي ومستعد لمناقشة كل فكرة وطرح. تحالف يستحق بجدارة أنه يخوض وينجح في انتخابات مجلس الشيوخ، وكل مصري مطمئن من على هذا التحالف. تحالف علشان كل مصري. سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أدعو الجميع لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر.